السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي وأنا شغال بحتاج إن أنا أكتب تعليقات على الشغل بتاعي، بحيث إن أنا بعرف أنا عملت الحاجة دي ليه، بحيث إن أنا رجعت بعد فترة فتحت الملف وعايز أعدل فيه، أو شخص آخر جه يشتغل بعدها يبقى فاهم أنا بعمل إيه. فعلى أساس إن الواحد ممكن ينسى حاجة فبكتب كومنتات. في الاتش تي ام ال بكتب الكومنت إزاي؟ علامة أصغر، علامة تعجب، وبعد كده خط خط، وبعد كده هو بيقفل لي خط خط علامة أكبر. تقدر تكتب هنا بقى اي حاجة عايز تشن في المدير، عايز تكتب اي حاجة، ما حدش يقدر يقولك انت ايه اللي انت بتكتبه دوت. هلو وورلد شرطة ايجيبت، تمام. هو هيبدأ يظهر لي الكلام دوت هنا، بس لما هاجي اشوف في المتصفح مش هيظهر معايا في المتصفح، تمام. ما ظهرش الكلام دوت. دي كلمة تانية، الكلمة دي هتلاقيها موجودة فين؟ هتلاقيها موجودة هنا، تمام. طيب لو انا عايز اكتب الشفره دي في السكريبت بتاع الجافا سكريبت فبعمل ايه؟ ممكن اعمل خطين مايلين كده خليهم بقى باللون الاخضر، فاي حاجه تكتبها كده مش هتبان معاك. او لو انت عايز تكتب كذا جمله، يعني مثلا عندك كود مثلا زي دوت وعايزه ما يظهرش معاك، تعمل ايه؟ هتعمل الخط المايل وبعد كده النجمه، تمام، وهيفضل كله عباره عن كومنت لحد ما تيجي تكتب نجمه وبعد كده الخط المايل. فهو كده يعتبر خلاص ان ده الكومنت كده خلص بتاعك، تمام. يعني الكومنت هي الخط المايل والنجمة، والنجمة والخط المايل. اي حاجة بعد كده تكتبها في النص مش هيظهرها ولا هيبدأ يشوف دي شفرة في الجافا سكريبت ولا في الشيميل وكده، خلاص ده عبارة عن كومنت تقدر تكتبها انت اي حاجة انت عايزها، مش ملتزم بالقواعد. اجي هنا واقول له open in live server، فيبدأ يفتح الملف كل اللي انا كتبته مش ظاهر.